لا حديث للصحف الإسرائيلية إلا عن الهدنة وصفقة تبادل الأسرى ومصير المحتجزين لدى المقاومة وأسماء اللي تم الإفراج عنهم. عايزين نعمل زي ما احنا متعودين كل يوم بيكون معانا قراءة موسعة في الصحف. النهاردة هتكون قراءتنا في الصحف الإسرائيلية عن اللي حصل امبارح من الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور أستاذ محمد. صباح النور أستاذة منة. أهلا بيك يا فندم. هنبدأ مع يديعوت أحرنوت واللي اتكلمت عن عودة 13 إسرائيلي من ضمنهم 4 أطفال لإسرائيل بعد احتجازهم كرهائن في غزة لمدة 49 يوم، والصحيفة الحقيقة تساءلت عن القائمة المفرج عنهم النهاردة. لو حضرتك تكلمنا عن تناول الصحف الإسرائيلية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. يعني بعد تحية لحضراتكم للمشاهدين، الحقيقة طبعا الجانب الإسرائيلي يشعر بأن إرادته قد انكسرت. ما كان يرغب فيه هو ترميم صورة قدرته على الردع التي سقطت يوم 7 أكتوبر، لذلك يتحدثون عن أمل وعن خوف في ظل نجاح الصفقة ونجاح التفاوض برعاية مصرية. بيقولون أننا نتخوف، بيقولون أننا بدأنا نتحدث عن العسكريين، هناك محتجزين مدنيين على دفعات سيتم الإصلاح صراحهم، قد يصلون إلى 100 في مقابل 300 من الجانب الفلسطيني. لكن الخسارة الأكبر هي تذكرة العالم بأن الخطايا أو الموبقات حسب وصف الجانب الإسرائيلي لما ارتكبته أو قامت به المقاومة ترتكبه إسرائيل منذ سنوات، متمثل في قطف نساء وقطف أطفال منذ سنوات بلا رادع، وكبح هذا العدوان على المدنيين إنجاز يحسب للقيادة المصرية التي ترى بأن الحل يجب أن يكون شامل ولا يقتصر على حديث عن حماس أو عن يوم معين، لكن التاريخ لم يبدأ يوم 7 أكتوبر. طيب، تايمز أوف إسرائيل فيها تقرير بيرصد عودة آلاف من سكان غزة اللي تم رصدهم وهم بيتجهوا للشمال، فيما رأت أنه تحدي محتمل للحملة العسكرية الإسرائيلية بعد الهدنة. لو حضرتك تكلمنا عن المشهد الحالي وتصريحات الوضع المرتقب بعد الهدنة. يعني هو الجانب الإسرائيلي أولا يعني تحدث عن أحدث ما نشر عن 5 من المحتجزات في إحدى المستشفيات، وقد صرح المستشفى في بيان رسمي بأن حالتهم مستقرة، وفي هذا دحض للرواية الإسرائيلية عن سوء المعاملة أو عن التعامل مع إرهابيين. فمن الواضح أن مدير هذا المستشفى سيكون له عقاب كما تم عقاب مدير المستشفى الذي صرحت من داخله إحدى المحتجزات بعد الإفراج عنها بأن المعاملة كانت جيدة. هذا هو يعني من الأمور التي نشرت مؤخرا. بالنسبة لسؤال حضرتك، بالفعل هناك أنباء عن قيام جيش الاحتلال بمحاولة منع الفلسطينيين الذين يسعون إلى العودة إلى منازلهم في الشمال بالقوة، وفي هذا انتهاك للهدنة، وفي هذا يجب أن يكون هناك موقف من المجتمع الدولي ومن رعاة هذا الاتفاق بقيادة مصر طبعا التي تتحدث بصوت الحكمة وبصوت الخبرة التراكمية. فعلى هذا المنوال أعتقد أن على إسرائيل أن تراجع موقفها وأن تستفيق بعد أن تبين أن عدم قدرتها على الوصول للمحتجزين وتحريرهم سواء بمعلومات استخباراتية أو من خلال القوى العسكرية، خاصة وأن لها تجارب سيئة في محاولة الإفراج على المحتجزين في مصر. تمام. طيب خلينا نروح لهارتس واللي بتواجه هجوم كبير جدا بعد كشفها عن تسبب ما حدث من خرق طبعا والمروحية هي السبب في خسائر الحفلة يوم 7 أكتوبر نتيجة التحقيق الأولية. هنقرأ مقال رأي جدعان ليفي تحت عنوان الأطفال هم أطفال سواء كانوا في إسرائيل أو غزة. الحقيقة احنا استغربنا قوي لما شفنا هذا المقال، لأن ده لساننا، قد يبدو ده لساننا ولسان حال المجتمع اللي حاسس بالمأساة اللي بتحصل، لكن ان يخرج هذا الكلام من هارتس الإسرائيلية ده اعتقد كان شيء يمكن مستغرب شوية بالنسبة لنا. ازاي تجرؤ على هذه المقارنة؟ يعني بالفعل بدأت الأصوات تتعالى بأن الرواية الإسرائيلية فيها ثغرات كثيرة، مثل المستشفى الشفا اللي تحتها قيادة لحماس ولم يثبت اي دليل على ذلك. وبالنسبة للمروحية، بالفعل هناك مروحيات انطلقت من شمال إسرائيل يوم 7
ولم تنطلق من المنطقة الملاصقة للقطاع غزة ولمكان الهجوم، وفي هذا علامة استفهام كبرى. واعترف الطيارين بأنهم قاموا بقصف عشوائي بالأسلحة الثقيلة على الجميع، وكانوا يستهدفون من يجري من يركض، فكان في هذا أيضا اعتراف بأن قادة حماس قادة المقاومة نبهوا من قاموا بالهجوم بأن لا يركضوا، بأن تم تضليل الطيارين وأن من تم استهدافهم هم من الإسرائيليين. طيب احنا لسه في هارتس وفيها مقال آخر بعنوان يجب على نتنياهو أن يرحل الآن. العائلات الثكلة الجديدة في إسرائيل تحمل رجل واحد المسؤولية، وده حدث يوم السبت الماضي لجماعة العائلات اللي فقدت أحبائها في هجوم حماس في القدس، وأسقطت الحواجز اللي كانت بتقف بينها وبين مقر إقامة نتنياهو. ابتدى غضبهم البركاني في الانفجار، ولم يعد بإمكانهم تحمل حقيقة أن هذا الرجل لا يزال رئيس للوزراء. لو حضرتك تكلمنا عن ما يواجه نتنياهو الآن إذا كان ده رأي الصحف الإسرائيلية. يعني من الواضح بأن هناك تحول نوعي، حيث كان يتم تخويف كل من يتحدث من عائلات الأسرى والمحتجزين. حاليا صوتهم بيرتفع وانضم لهم جنرالات في الاحتجاجات، وأعتقد أن الأمر يعني بالنسبة لنتنياهو بات في حرك بالغ، وسيكون أول قد يكون أول رئيس وزراء يتم الإصاحة به أثناء الحرب. وبعد هذا سيتعرض لمحاكمة أيضا وليس إقالة فقط، والحديث عن طبيعة المحكمة التي ستحاكمه، هل ستكون على غرار شمعون أجرانس القاضي الذي تم برئاسته تشكيل محكمة أو لجنة للتحقيق بعد حرب 73. فعلى هذا الإطار أعتقد بأن مستقبل نتنياهو خلف. طيب لو جينا قلنا ان احنا شايفين ان هناك تحول في خطاب هارتس، وقد يكون تحول في خطاب الصحف الاسرائيليه بصفه عامه، لان احنا عارفين ان ما كان يخرج في الفتره السابقه في الصحف الاسرائيليه بيخضع لرقابه شديده مشدده والكلمه فيه محسوبه، احنا شايفين تغير في لهجه الخطاب اللي موجوده في الصحف الاسرائيليه، ده بيعكس الوضع الحالي الموجود في الشارع وبيعكس ترنح حكومة نتنياهو؟ يعني بيعكس غضب مكتوم، لأن طبعا الرقابة العسكرية تفرض خطواتها على الإعلام الإسرائيلي الذي يحاول أن يتهرب عبر رسوم الكاريكاتير على سبيل المثال، حيث صور رسام كاريكاتير يدعوت أحرنوت شاشة عرض، وقد ذهب بها أحد الإسرائيليين إلى مركز الصيانة يقول له للمشهد ثابت من 50 يوم على هذه الشاشة، ما مشهد دمار في غزه بلا انجازات تذكر. فمسؤول الصيانه قال له يعني ليس لدي ما يمكن عمله لهذه الشاشه. ففي هذا ادانه لجيش الاحتلال الذي فشل في تحقيق اي انجاز يذكر، وقدره اسرائيل التي ثبت ان لها جيش عباره عن نمر من ورا. طيب لو رحنا مع حضرتك لصحيفه معاريف الاسرائيليه، في مقال مهم جدا لمراسلة الشؤون السياسية آنا براسكي، قالت أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد يفكر في الاستقالة في حال توقفت الحرب، لكن سيطلب إنجاز خطوة أخيرة. لو حضرتك تتفق معاها في هذا المشهد، إيه هي الخطوة اللي هو يحتاج أنه يختم بيها تاريخه السياسي؟ يعني وفق تحليلي لشخصية نتنياهو ووفق المعطيات، هذه الحرب لا تخدم سوى عائله واحده هي عائله نتنياهو، والجميع يدفع الثمن حتى داخل اسرائيل. فعلى ذلك يمكن ان يكون هناك حديث عن اسباب شخصيه تدفعه للبحث عن صوره ما يروج لها داخل الاعلام الاسرائيلي، لعل البعض يعتبرها انتصار، وهو في جميع الاحوال انتصار رخيص على مدنيين عزل. فاعتقد انه سيسعى لتخفيف الصيغه التي سيحاكم من خلالها من خلال البحث عن هذا الانتصار، او لكي يبدو انه استقال بارادته. اكيد. طيب اجمالا كده لما نيجي نتكلم دكتور، الخط اللي بتنتهجه الصحف الاسرائيليه في مرحله ما بعد الهدنه، يعني احنا النهارده اليوم الثاني، حضرتك متخيل ان الطريقه اللي هتكون بتتكلم بيها الصحف الاسرائيليه في اليوم الثاني للهدنه هتختلف عن المرحله السابقه؟
يعني الجانب الإسرائيلي والإعلام يعكس هذا، يرى بأن مصداقية هذه الحكومة باتت انهارت، وأعتقد بأن الأمر بات أن هذه الحكومة بقيادة نتنياهو والمتطرفين أمثال إتمار بن جفير وسموتريتش هم خطر على دولة إسرائيل، فعلى هذا يجب إزاحتهم، خاصة وأن هناك صحف دينية مثل يتت دائمان المعبرة عن الحريديين قد أعربت عن رفضها ورفض القطاع الديني الحريدي حتى مساعدة جيش الاحتلال وليس التجند في صفوف، فهذا يخلق شق وصدع داخل المجتمع الإسرائيلي في ظل تجنيد مجموعة وعدم تجنيد مجموعة وتهربها من ضريبة الدم، فهناك اتهامات متبادلة، الجانب العلماني يرى بأن هؤلاء كائنات فصيلية والجانب الديني يرى بأن هؤلاء كفرة وزنادقة. أكيد. كل الشكر ليك الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، كل شكر لحضرتك.